الحمد لله تم بدء الملحمة الكبرى على مدينة حلب والتمهيد على أطرافها، ومنها الكليات كلية المدفعية والأكاديمية ومدرسة الحكمة وجبل عزان، والحمد لله تم تحرير بعض النقاط منها مدرسة الحكمة وتلة أحد وتلة مؤتة وسرية الصواريخ، وسنبقى ماضون بإذن الله حتى فك الحصار عن أهلنا المحاصرين في مدينة حلب. الحمد لله. ما جبل